يا مجلده كيف؟ اي حبيت ان التقليد طيب مجلد نمسح حراتي والله عندك موهبه التقليد ها؟ طيب حلوه خلينا نختبرك كذا مو صح مين هيك قال لك؟ لا انت قاعدين نشوف احنا بنكذب عندنا ما نكذب عندنا هلا اكتشفوا هي الموهبه اكتشفنا هذه الموهبه على الهواء الثانيه على الهواء طبعا وهذه حصرياتنا في ليالي رمضان يا جماعه الخير نحن عرفنا انه معتصم ما شاء الله مبدع في التقليد وراح نختبره الان وراح نطلب منه تقليد شخصيات ممثلين ان شاء الله بلاها يا معلش علشان يلا يعني رمضان كريم يا معتصم رمضان كريم نبيك تشاركينا معنا في الحوار هو بيقلد الشخصية وانت تحاوري معه على اساس انه هذه الشخصية الشخصية نبدا بالاستاذ الفنان عابد فهد موجه تحية اكيد طبعا يلا استاذ عابد فهد حبيبي يا ابو تيم هو بيعرف انا قد ايه شو وين غاطت وين غايب شو الوضع عندك والله عندي برنامج ليالي رمضان هيك اسمه يمكن ليالي رمضان اي ساعة معاش واحدة ما بعرف ما بعرف حبيت برافو عطى اسم ثاني طيب الثاني الأستاذ الكبير جمال سليمان وجه تحية أكيد طبعا كان ضيف طبعا أستاذنا كلياتنا حبيب القلب أعطي سؤال أستاذ جمال أستاذ جمال سمعنا أنك مسافر والله أنا بدي أقول لك شغلة كريس يعني أنا كثير سعيد بوجودي بهذا البرنامج الحقيقة هو برنامج جميل على كل المستويات عفوا استاذ نحن سالناك اذا مسافر ولا لا سوري تقولي لي السؤال حضرتك كنت مسافر ام مسافر صح هاي تماما انا الحقيقه كنت مسافر بس اليوم قالوا لي انه عندي حلقه بليالي رمضان وسعيد جدا بسم الله الرحمن الرحيم حلو حلو الاسم الاخير باسل الخياط اللي باسل حبيبي يا باسل صديقنا الجميل باسل اساليني شيء بس شو بدي اسال عن باسل اساليني مسافر قليل مسافر نفس السؤال حلو مسافر إيه؟ كمان برضه مسافر انا مسافر بالحقيقه يعني بس لوين رايح رح اقول لك شغله كاريس يعني أيوة. انا يعني بدي اكون عم نظر بس السفر هو كثير مفيد يعني انت لما بتسافري بتروحي بتحسي حالك انه انت عملتي كثير منيحه يعني لإلك شخصيا بس انا ما بعرف يعني منيح السفر منيح بحسه منيح وينتهي الله الله الله